أمس أعلنت شركة يوبيسوفت رسمياً عن اسم الجزء الجديد من سلسلة ألعاب أساسن كريد واللي اسمه أساسن كريد فالهالا. حساب تويتر الرسمي لفريق التطوير يوبيسوفت مونتريال شكر الـ 14 فريق التطوير اللي عملوا معه على هذا المشروع. للمقارنة، في لعبة أساسن كريد أوديسي عمل عليها 7 فرق تطوير. بعد تأجيل The Last of Us 2 من شهر مايو إلى وقت غير محدد، يبدو أن في أحد من داخل نوتي دوغ مضايق لسبب معين وخلاهم يسربون اللعبة، لدرجة انتشرت الفيديوهات على الإنترنت فيها حرق لأحداث اللعبة الرئيسية وجزئية كبيرة من مهمات القصة. سوني تحاول توقف هذا الحرق وتحجب المقاطع، لكن فات الأوان وصارت في كل مكان. هذا التسريب خلى سوني تحدد موعد إصدار جديد للعبة The Last of Us 2 اللي بيكون في يوم 19 يونيو. طبعاً هذا الموعد الجديد أثر على موعد إصدار Ghost of Tsushima، وصار موعد إصدارها الجديد هو 17 يوليو. بشكل محدد على متجر البلاي ستيشن 4 الرقمي المخصص لأوروبا وأستراليا، صار يمديكم تحملون الموسم الأول كامل من لعبة الأكشن هيتمان بشكل مجاني. اضغطوا على الرابط المقال تحت في الديسكريبشن حتى تحصلون الموسم الأول كامل. كشفت شركة سوني عن ألعاب خدمة البلاي ستيشن بلس لشهر مايو القادم. المشتركين بتجيهم لعبة فارمينج سيميليتر 19 وأيضا لعبة محاكاة ثانية سيتي سكاي لاينز. شاركونا برأيكم باختيارات هذا الشهر. فريق التطوير تك لاند مستمر في دعم لعبة داينغ لايت حتى بعد 5 سنوات من إصدارها، لأن الفريق أعلن عن توسعة هيل ريد واللي بتصدر في الصيف العام الحالي. التوسعة فيها خندق جديد مليان أعداء جدد وأسلحة أكثر. المثير في الاهتمام هو اسم توسعة هيل ريد اللي هي أصلاً اسم لعبة أكشن هاكن سلاش كان يطورها فريق تك لاند، وبعدين أعلنوا الإيقاف عمل عليها.